أنا بقول لكم معلومات عن تايوان وأنتم راح تعرفون معنى خطورة هذا البلد على العالم كلها. لو الصين بس تحركت لتايوان كل الدول الأوروبية والآسيوية كلهم يتحركون ضد الصين. عام 1927 تقريبا لي عام 1949 قامت الحرب الأهلية الصينية فبين الشيوعيين اللي هو ماو تسي تونغ والثاني تشاي كاي اسمه، كانت الصين من ضمنها تايوان، كانت دولة واحدة. فانتقلوا المعارضين وين؟ هربوا إلى شنو؟ إلى تايوان. فخلاهم ماو تسي تونغ. منو اللي هني استغل الفرصة؟ استغلت الفرصة أمريكا، بدأت تدعمهم. كانت تايوان دولة زراعية ما فيها شيء، يعني تخيل دخل الفرد التايواني مثل دخل الأفريقي. فشنو قرروا بعدها بكم سنة؟ ينشؤون مصنع الرقائق الإلكترونية، هذه نفط العالم الجديد هذا للحين. وانا اقول لك شنو خطوره المصنع اللي بتايوان، تواجهوا يعني ما في عقول قاعد تصنع شغله معقده جدا جدا، ما كان فيه الا بشركات بامريكا وفي باليابان وحتى مو ذيك الجوده. فدزت التايوانيين لاوروبا والامريكا عشان يدرسون الرقائق الالكترونيه هذه. بعدها ب 20 سنه قرروا ان شنو، ان يبنون مصنع رقائق الكترونيه داخل تايوان. فاجتمعت الحكومة التايوانية قالوا نبي نجيب الحين العقول اللي دزيناها قبل كم سنة، نبي نستفيد منها. واحد قال لهم في واحد نابقة تايواني بأمريكا صار له 25 سنة أو 20 سنة. طبعا بلغوه قالوا له يبا تعال يبا انت تايواني وانت كذا ايش عندك تشغل بأمريكا؟ فوافق. راح أول ما وصل تايوان تقول يبا الميزانية مفتوحة، كل المحاصيل السنة هذه ميزانية المحاصيل اللي بعناها بنحطها بيدك، حنا نبي مصنع رقائق ننشأه في تايوان. وبعدها بكم سنة أسس شركة TSMC وبدأ يطورها لما الحين لتاريخ اللحظة هذه قاعد أكلمكم فيها فوق 56% من الرقائق اللي تصنع الإلكترونية اللي تصنع بالعالم المصنع هذا هو اللي صنعها. طيب بتقولي شنو الرقائق؟ شنو الدش بالطائرات الحربية، بالدبابات، بالتليفونات اللي بيدك، بكل شيء إلكتروني الدش الرقائق إلكترونية. في ثلاث مصانع بالعالم، واحد باليابان وواحد بأمريكا وواحد وين؟ بكوريا الجنوبية. تخيل المصنع اللي بتاون TSMC سابق الولايات المتحدة بالمصانع اللي فيها 10 سنوات بالرقائق الإلكترونية، 10 سنوات سابقهم، لأن تايوان تسوي الرقائق بحجم 5 نانو، أمريكا يمكن واصلة 8 نانو. تخيل الصين بهالمليار وشوي شعبها عندهم مصنع رقائق بس فاشل جدا. تدرون أن تايوان سابق الصين ب60 عام بخصوص الرقائق الإلكترونية؟ الصين لحد الحين قاعد تسوي رقائق إلكترونية ب28 نانو، هذول ب5، وعلى فكرة بعد سنتين بيصير 3. طيب الحين بيّنت لكم شنو خطورة هذا المصنع. تصدر منه ألمانيا، تصدر منه فرنسا، تصدر منه بريطانيا، حتى أمريكا. تخيلوا أن الصين احتلت تايوان، شو بيصير بالعالم؟ تخيلوا أن التنين هذا تصوروا شكل الصين تنين لكنه عطلان، قطينا بقبو ما يشتغل، بس الشريحة هذه، شفت الشريحة اللي يطلعونها من تايوان تحطها بالتنين هذا ينهض وتغزو العالم الصين، لأن تعداد القطع البحرية الصينية أكثر من تعداد القطع البحرية الأمريكية. وهذا منو؟ من رئيس البحرية اللي عاد قاعد عام 2014 يقول لتصنيع الجيش الصيني للقطع البحرية دبل الولايات المتحدة. يعني نفرض مثال 100 قطعة بحرية تسوي أمريكا بالسنة، هذولا 200 قطعة بحرية. صواريخ سكود المضادة للقطع البحرية متفوقة على أمريكا بمراحل، والمصنع هذا بدأت أمريكا الحين قاعد تنقل أجزاء منه، والصين ما تبي. لكن إذا تجرأت الصين واحتلت تايوان هذه كارثة بتصير على العالم. وتدرون إنه يوميا من بين 6 طيارات إلى 10 طيارات قاعد تمر تخترق الأجواء التايوانية من الطيران الصيني. تدرون شنو يبون؟ بس إن التايوانيين بس يطقون طلقة على طيارة ثاني يوم اجتياح كامل. فالوضع هناك الوضع المريب، مو بأوكرانيا، أمريكا حاملة الطائرات، قطع بحرية كثيرة كلها بالبحر الصيني الجنوبي، يعني يمكن شرارة بأي لحظة بس ينطرون الصين بس التحرك. وعلى فكرة إن طاحت تايوان راح تطيح اليابان، راح تطيح الفلبين، راح تطيح كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية تدرون فيها مصنع رقائق بعد؟ إذا استولت الصين على مصنع الرقائق اللي في تايوان، تخيلوا بس المشهد معي، راح تكون السيارات الصينية بدل السيارات التويوتا، راح تكون رقم واحد بالعالم، راح تطيح السيارات اليابانية والسيارات الأمريكية والسيارات الأوروبية كلها تنزل. طيب تعال لي عند التليفونات، راح يكون التليفون الصيني الهواوي رقم واحد بالعالم والآيفون خلاص ينتهي. تخيلوا، ومن غير المعدات الحربية، من غير المعدات التكنولوجية، راح تقفز الصين إذا استولت على هذا المصنع 50 سنة عن العالم كله. لكن شنو خطر الصين؟ الصين مو مثل أمريكا، أمريكا نعم ظالمة وقتلت الملايين، أفضل الأسوأ أمريكا، لكن الصين هذول أنا أسميهم المغول الجدد. المغول لما هجموا على الدولة العباسية قتلوا المسلمين يحطون جماجمهم كذي. الصين إيش بتسوي إذا غزت العالم؟ راح تسوي غزو ديموغرافي، يعني لا تغزو حربي، يعني تذبح العالم
خلاص. لا، أول ما تحتل دولة تجيب 300,000 صيني وتخليهم يسكنون بالمنطقة هذه. ديموغرافي ديموغرافي، وتحول العالم كله إلى شيوعية. يعني الشيوعية لا دين ولا أخلاق ولا فكر ولا حرية رأي، يعني ما يعرفون إلا الذبح. والله فكنا منها. السلام عليكم.